حضرتك بتتواصل مع الجهاز الفني شخصيا ولا مع الاتحاد نفسه ولا مع الجهاز الإداري؟ يعني التواصل بيبقى انا ازاي؟ الحقيقه يعني تواصلت مره مع السيد رئيس الاتحاد والمهندس احمد نجاد، تمام. ولكن عاده تواصلي كان انت عارف، بس كان في لجنه الاول هي اللي جت اول مره ساعه القرعه، تمام. وكنا معاها، كان ساعتها الكابتن محمد صلاح برضو، وكان معاه الكابتن بركات، تمام. لكن طبعا حضرتك وقت عارف بعد الجهاز كده اللي الجهاز فات، تمام الفني اتغير، تمام فالمفروض دلوقتي كان في كلام ان كابتن وائل جمعه هيجي مع الاستاذ محمد صلاح، لكن الحقيقه ما محمد جاش، صلاح جه لوحده، تمام. وكنا احنا معاه يعني هنا من السفاره الحمد لله، وماموريته تمت بنجاح، وهو كان راضي على المستوى اللي شافه. طبعا تمام. بس خليني اكون واضح علشان ما نبقاش مبالغين، ما نقدرش نقارن دوله زي الكاميرون اللي حاولت في حدود امكانياتها تعمل اقصى ما يمكن عمله مع دوله زي مصر قدرنا احنا، وده مش اي دوله ممكن تقوم بهذه طبعا المأمورية. حضرتك طبعا تتذكر طبعا في 2019 طبعا احنا في خلال 3 اشهر كنا جاهزين لبطوله، احنا عملنا الكاميرون اعجاز في قعدت سنتين 2019 وما بصراحة، قدرتش. بالظبط يا فندم، وبعدين سنتين تانيين واخيرا الحمد لله دلوقتي احنا قاب قوسين او ادنى من بدايه البطوله، تمام. ولكن طبعا ده عشان مصر وحجم مصر وقدره مصر، والحمد لله قدرنا ان احنا نوفي في وقت قصير للغايه. مش كل الدول عندها هذه القدره، فلابد ان احنا نكون متفاهمين ان طبعا في حدود امكانياتهم هم عملوا اقصى ما يمكن يعملوه، والمستوى طيب، وشهاده الاتحاد الافريقي في صالح اللجنه المنظمه في الكاميرون، بيقولوا ان الملاعب كويسه. انا ما قدرتش اشوف كل الملاعب طبعا لانها يعني على اكثر من مكان، انما طيب. ده هيبقى في دوري المجموعات، بعد كده هنبتدي نتلم ناحيه ياوندي بقى ياوندي العاصمه بالظبط، ودواله العاصمه التجاريه اللي هي اكبر المدن الكاميرونيه، وساعتها تمام. طبعا الامور هتبقى احسن والترتيبات هتبقى سيادة احسن السفير، كان في خبر برضو والتجهيزات كمان. انه اتحاد الكوره او المنتخب كان طالب حراسه خاصه لمحمد صلاح، هل حضرتك وصلك حاجه كده؟ الحقيقه انا هقول لحضرتك حاجه، انا من بدايه التنسيق اللي كنا بنتمه من ساعه ما قلنا ان البطوله هتتعمل، انا تحدثت في هذا الموضوع مع اعضاء اللجنه المنظمه، وقلت لهم يعني بالذات بعد انا شفتها من نفسي، تمام لما كلنا تابعنا على التلفزيون انجولا واللي حصل والماتش مظبوط، والكلام ده كله والجمهور اللي نزل، فقلت لهم يعني ده لعيب عالمي ولعيب يعني الجمهور بيحبه، يعني انا قلتها وحتى كتبوها كانها نكته، انا مش قادر اقول لحضرتك انا كميه التيشيرتات، يعني كابتن محمد صلاح لو لقى دقيقه يلعب فيها معانا ماتش هيبقى كويس قوي، هو طول الوقت هيقعد يمضي على التيشيرتات كل الناس علشان مستنيين، الجمهور اللي طالبها منه. تمام تمام بالظبط كده، فطبعا هو جمهور يعني لعيب عالمي وله شعبيه كبيره، ومش بس هو، الحقيقه المنتخب المصري كله تمام. محبوب هنا، حضرتك اللي هو اتكلمت معاهم في بيحبوه حراسة كانوا عايزين خاصة؟ يقابلوه. اتكلمت، وهو الحقيقه الكلام اللي اتقال ان التعليمات اللي عندنا ان احنا هنوفر لكل اللاعبين ولكل المنتخبات الوطنيه لمختلف الدول الافريقيه هنوفر لهم كل البتاع، وما تقلقش الكلام ده مش هيحصل. مش قلت له انا لازم ابلغ طب علشان هذا هل الكلام مش السفارة ممكن هيحصل. تتولى الفكرة دي بشكل يعني بيرسونال بعيد عن اللجنة المنظمة؟ احنا السفاره ممكن نعمل اي حاجه تطلب مننا، اذا طلبت مننا بشكل رسمي من الجهات المعنيه احنا نحاول ان احنا نشوف ازاي كيف يمكن ترتيب هذا الموضوع. طب يعني حضرتك انا دايما ما اقدرش جاهز، ان فانا انا بتصور اتغير. تجهيز الموضوع ده لانه اكيد هيتطلب، لانه اذا حضرتك بتقول من نجم زي محمد صلاح في الكاميرون او في اي دوله افريقيه فنجوميته عاليه، ف تجنبا لحدوث اي شيء، فانا اعتقد انه يعني ان الواحد يبقى جاهز افضل. ويعني خد بالك اتحاد الكرة في طبعا انتخابات وتغيير اتحاد وبتاع، فهتلاقي الفترة دي فيها ربكة، فممكن الموضوعات دي ما يعني ما والله الرقم موجوده في كل حته، ما احنا كان عندنا قريب الانتخابات هنا في وفاز بيها الكاميرون. سامو ليتو زي ما حضرتك عارف، طبعا طبعا وهو اصبح رئيس الاتحاد الاتحاد، الكاميروني اللي هو تمام بيسموه سيكا فوت، فيعني الحال من بعضه زي ما بيقولوا. لكن انا خليني ان انا اركز في النقطه الاساسيه ان الاتحاد حضرتك الافريقي جاهز لكره لو القدم اتطلب معه كسفارة تؤمن صلاح، طبعا حضرتك احنا جاهز؟  ```““ ```││ ```];      ```││ 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
يشتغل فورا. ومش بس هذا الموضوع، اي موضوع اخر يطلب مننا احنا جاهزين وحاضرين، وده دورنا ودور اي مصري انا متاكد هيكون موجود طبعا معانا هنا، ان هو يحاول يساعد على قد ما يقدر. ده منتخبنا الوطني تمام، واللي بنفخر بيه جميعا، واللي بنفخر بكل اللعيبه اللي فيه، وبنقعد نتناقش وليه خد ده وما خدش ده، وليه اللعيب ده ما انضمش، وليه، يعني كلنا معنيين بالقضيه بشكل او باخر. لكن هي النقطه الاساسيه في ان انا بتصور ان الكاميرون خدت الاحتياطات اللازمه، ويعني طالما ما فيش تخوفات من اي حاجه او تهديدات بشكل واضح او عدم تامين بشكل قاطع من الكاميرون، فمالوش لازمه ان احنا يعني نبالغ في مطالبنا، وناخد الامور في اطارها لغايه ما نشوف الامور هيحصل ازاي. خاصه ان جروه انا، وده كان يمكن سبب الاساسي اللي خلاني اتكلم، ان جروه بتبعد حوالي 100 كيلو، مش اكتر من 100 كيلو من الحدود النيجيريه. تمام، وده معناه ان احنا هنلاقي جمهور نيجيري قوي جدا وكبير جدا. طب ده ادعى يا فندم ان احنا نجهز. انا مش بس عايز اقول كده الحقيقه، انا دي قلتها الحقيقه اكتر مره، حضرتك يمكن تتذكر لما قلتها قبل كده، ان اهم حاجه هو ماتش نيجيريا، لان هو اللي هيحدد اول المجموعه وبالتالي خط سيرك في بقيه البطوله. فانا دي متمسك بيها تمام، لكن الاهم بالنسبه لي النهارده هو ان يكون في يعني، وده اللي انا طلبته، حراسه كويسه بالنسبه للفندق الموجود فيه الفريق، علشان انا بتخوف زي ما حضرتك عارف، وكلنا في عشرات المباريات الافريقيه سواء كان للمنتخب الوطني او لانديتنا المحليه اللي بتلعب على المستوى الافريقي زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي وكل الانديه اللي بتلعب على المستوى الافريقي، اهم حاجه ان ما يكونش في جمهور حوالين الفندق قاعد بقى بيزيط ويعمل دوشه وزعيق ومزيكا وطبل. تمام، بس انا عشان يمنعوا اللعيبه من النوم. تمام، طبعا ده بيحصل طبعا، وده معمول حسابه اكيد، لكن انا بقى بس عشان خاطر يعني للعلم فقط، انه النجوم الكبار على مستوى العالم، وده مش بدعه لينا مع محمد صلاح، يعني احنا لما بنشوف البرتغال كريستيانو رونالدو بيبقى ليه حراسه خاصه في المباريات بتاعه المنتخب، ليونيل ميسي في مباراه الارجنتين، او حتى برشلونه في بعض الاحيان في المباريات اللي هم بيحسوا انه ممكن الجمهور بيبقى فيه حراسه خاصه، يعني شفنا ده كتير جدا في كثير من النجوم. انما سيد السفير انا بشكر حضرتك جدا، السيد السفير مدحت المليجي، لانه الحقيقه راجل متعاون جدا مع الاعلام، متعاون جدا مع المنتخب، متعاون جدا مع اتحاد الكوره، متعاون جدا في عمله في الكاميرون، وكان يعني من الناس القليله جدا اللي كانت بتاكد طول الوقت ان البطوله هتقام في موعدها على عكس كثير من الاقاويل. شكرا جزيلا لك.